متواعدين ويا علي فايز يجي بالستة يوقع. علي فايز شغلته خربت. ولو علي فايز من يهتم، احنا الزوراء اكبر من علي فايز واضعاف علي فايز، احنا الزوراء. بس هذا علي فايز هاي نقطة خليها بدماغه، حلم بعد ترتدي فالينت الزوراء. غير جدية الإدارة، غير جدية ابد إدارتنا، غير جدية وكاذبة على حاجة هشام. وعندنا احنا آخر فرصة لهم، راح تكون 3 أيام أو 4 أيام. ها شلون ما قاعد يتكلمون ويا الجمهور؟ ها راح نتكلم بغير شيء، راح نسد هذا الباب ونقعد بهذا الباب، باب النادي. مظاهرات يعني؟ مظاهرات، احتصام هنا نايمين. ماكو حل. حاجة الإدارة تقول لك اكو لاعبين إن شاء الله جايين، إيش وقت؟ بعد شهر و15 يوم الدوري. بعد 15 يوم الأندية كملت تعاقدات كابتن، كل الأندية كملت تعاقداتها، وإحنا ما أعرف وين يردون يوصلون، ما أدري يعني. ما ظل صبر عندنا. أنا دائما أحكي وياهم، أنا قبل 3 أيام أنا صعد لهم فوق، صعدنا أنا وكم ولد هنا، صعدنا فوق لهم وحاكيناهم، قلت لهم ترى ما ظل صبر عندنا بعد. إيش قالوا لك؟ قالوا إن شاء الله وما أدري شنو، ما الحكي، منتظرين المدرب، والمدرب هو اللي يختار، وما أعرف شنو، ما أعرف شنو اللي جاي يسوونه وشنو اللي ببالهم. أنتم لا ظلون بس بالكيبورد، تعالوا شوفوا النادي، شوفوا النادي ايش محتاج، يعني اوقفوا هنا باب النادي، يعني ليش انتم ليش شاردين؟ ظلين بس بالفيس تكتبون انتم سقطتوا النادي، انتم جماعه الفيس، انتم سقطتوا. فلاح عباره عن ارضه وجاي ياكل بالنادي، راح يدمره للنادي، راح يفلشه، ما يصير. واليوم رايح الفاتحه، يعني انت تعاقدات وين؟ تروح للفاتحه؟ يعني عايف النادي وتروح للفاتحه؟ ماكو هيك والله العظيم. اسبوع صار لهم على شغله علي فايز، على 20 مليون، 20 مليون على شغله علي فايز. وخلي اقول لك فد شغله، حسين علي ما يجي، خلي يكون معلومهم، حسين علي ما يجي للعراق، هاي قطنا وشيلوها من ذنكم، ما يجي للعراق، ما يطب للنادي، ما يطب، لان اذا يطب للنادي تحصرونه، تخابرون عليه الجمهور، يجي هنا تقولوا له تصعدونه فوق، تقولوا له وقعك 150 150، تلمون عليه الجمهور. حسين علي ابن النادي ويحب الزوراء، يحب الزوراء، راح لو يوقع لو راح تهيجون عليه الجمهور، فما يجي. مخابركم وقايل لكم دزول العقد بالواتساب، اوقع 250 200، انا احكي لك اياها 250، خلال يومين يومين يحلون شغله حسين علي، يحلونها اليوم، اليوم بالليل يحلونها زين. واللاعبين عندنا نقص تقريبا بالعشر لاعبين يكملون الفريق، وحتى من يجي المدرب، والله وبالله وتالله، حتى من يجي المدرب قسما بالله اوقف للمدرب اقول له الاداره كذا وكذا وكذا، وهذا شغلها، وهي تتعامل ويا المدرب، وهي تتعامل ويا اللاعبين، وهي تتعامل، اخليه قدام الامر الواقع، قدام الامر الواقع.